نمستي، انا غاده المراكبي. دي حلقات الهيلينج يوجا، اليوجا العلاجيه على اونست كونتنت شانل. حلقه النهارده هنتكلم على السكوليوزس. ايه السكوليوزس؟ السكوليوزس ده اللي هو عوجان في العمود الفقري. يعني لو انا هنقول ده العمود الفقري، ده الظهر بتاعه. ساعات بيبقى العمود الفقري معوج من الحته اللي فوق اللي ناحيه اليمين، او معوج ناحيه الشمال، او ممكن يبقى من اللور باك، من حته الظهر اللي تحت اللور باك، من هنا يبقى هو اللي فيه العوجان، حرف عامل حرف السي. ممكن يبقى فوق وتحت، في ناس بيبقى عندها العوجان فوق والعوجان تحت. طيب هنعمل ايه؟ كون ان احنا الظهر معوج كده، يبقى انا الناحيه دي العضلات اللي الناحيه دي تبقى اقوى شويه وشد اكتر الفقرات عن العضلات الناحيه دي. العضلات اللي هي الناحيه اللي هي الظهر بتاع حرف السي اللي بالانجليزي بيبقى ستريتشد اكتر. طيب فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نقوي العضلات اللي هي الناحيه دي عشان تحاول تشد شويه العمود الفقري، والعضلات اللي هنا هي اللي محتاجين نعملها الستريتش، يعني نعكس. فيبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ستريتش الناحيه دي ونقوي الناحيه دي، اوكي؟ وهكذا، لو السي الناحيه الثانيه يبقى انا محتاجه اقوي الناحيه دي واي ستريتش الناحيه دي، الستريتش بتاع العضلات. هنبتدي النهارده، هديكم ثلاث تمارين حلوين قوي. اول تمرين منهم هحط ايدي اعملها كروس على الشيست، بعدين اخد دقني لورا. دايما زي ما بقول البوزيشن بتاع الراس لازم يبقى ودني فوق كتفي ودقني لورا، وهلف كتفي الشمال يبص لتحت وابص ناحيه الزاويه 45، وابتدي الف وبعدين اطلع الناحيه دي وبعدين اطلع فوق تاني. اهو نطلع النفس ورا تاني. هنحس لما مجرد ما احنا بنلف هنا، دلوقتي هعملها بالطريقه العكس، هنزل الناحيه دي الاول ونعكس. انا بحس بالستريتش الناحيه دي وابتدي اقوي كونتراكت الناحيه الثانيه، او وبعدين اول ما بلف الناحيه دي ببتدي اعمل ستريتش الناحيه العكس واقوي الثانيه. طيب ممكن اعملها ثلاث مرات، يعني ممكن ابتدي الاول مع قارب الساعه مره، بعدين ارجع مع عكس قارب الساعه، وممكن ثلاث مرات نعملها ناحيه وبعدين نعكسها الناحيه الثانيه. هنبتدي نحس ان اصلا العضلات بتاعت الظهر بتسترتش، ابتدي احس كاني بسخنها. في تمرين تاني مهم قوي بقى، واحنا ماشيين على الارض، هنقعد على الارض، هننام على الظهر، هنجني رجلي، هنجني رجلي بتاعتي بطنيه، وهننام على الظهر. هبتدي اول حركه هعملها هحط ايدي كانها زي حرف الدبليو بالانجليزي، او كاكتس شجره الصبار، واخد رجلي يمين وشمال. هبتدي احس بال ستريتش قوي في اللور باك، في الظهر من تحت. ابتدي احس بالعضلات، العضلات اللي احنا لما باخد الركبة اليمين احس الناحيه الشمال عملت ستريتش للعضله، ولما اخدها الناحيه العكس برضه احس بالستريتش في العكس الناحيه الثانيه. ده تمرين نعمله ستريتش وحلو قوي، وحلو قوي ان هو بيعمل يرجع المرونه تاني للعمود الفقري. التمرين الثاني هعمله، احط كوعي تحت الكتف واجيب كتفي فوق الكوع على طول، وافرد صوابع ايدي تحت، وركبي الاثنين متنيه. ممكن اطلع من هنا كده، ده طريقه سهله. ممكن افرد الرجل اليمين، عايزه اصعب على نفسي شويه، ممكن افرد رجليا الاثنين، احط واحده قدام الثانيه. طيب وهاخد ايدي اليمين فوق، اخد نفس فوق وهو طالع كاني احط ايدي اعديها من تحت تاني، واخد نفس فوق وايدي تاني تطلع وانا بطلع النفس تاني. اخر مره بس ونريح. هنعمل الناحيه الثانيه، لازم اروح للناحيه الثانيه المره دي هوريكم بالطريقه الاسهل. احط برده كوع، اتاكد ان الكوع تحت الكتف، واحسن اخلي راسي مع رقبتي 90 درجه، ما انزلش رقبتي قوي لتحت. وتاني اهي بالطريقه الاسهل، هرفع نفسي على الكوع وده بيقوي الكتف معايا كمان. فهنا لما برفع الحته دي عن الارض والحته دي بكاني بقوي الجناب بتاعتي، واخد اهي ايدي فوق اخد نفس تاني. فبعمل روتيشن شويه، بلف شويه الكتف لجوه، ولما اخلص اريح. ثلاث تمارين حلوين قوي للسكوليوزس، اللي هو الروتيشن، وده بيرجع المرونه حلو قوي في العمود الفقري وبيسترتش الجناب. تاني واحد واحنا نايمين على ظهرنا، ده مهم جدا برضو، ان هو بقعد اخد ركبه يمين وشن، وتمرين سهل قوي. يعني ممكن التمارين دي تعملوها على السرير اساسا الصبح او خلال اليوم واحنا بنريح شويه، بحيث كاني بدي بريك للعمود الفقري بتاعي والعضلات بتاعتي. واخر تمرين ده تمرين تقويه حلو جدا، هو بيقوي مش بس الظهر، لا هو بيقوي كمان الكتاف وفي رقبتي. مجرد ان احنا ماسكين الرقبه 90 درجه مع كتفي برضه بقى قوي الرقبه. السكوليوزس عامه
حله مش بيتحل قوي الحقيقه من غير عمليه. مش ده معناه ان انا ما اعملش تمارين ان انا اقوي العضلات اليمين وشمال فاقلل اللود شويه على العمود الفقري، فقله التمارين هتتعبني زياده. فمش الحل ان انا ما اعملش تمارين بما اني مش هعدل العمود الفقري، بس الحل ان انا على الاقل زي ما بنقول ايه احافظ عليه انه يفضل كده، ما يزيدش الموضوع ما يسوقش زياده. واتمنى ان الموضوع يفيدكم ان شاء الله. ونمسكم.